رجعنا تاني ونجوم النادي الاهلي الحاصلين على لقب البطوله العربيه للانديه، كابتن احمد سعيد. ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ الف عامل ايه؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. كابتن محمد عادل دوله، وكان في ضحك كده تحت الهوا لذيذ قوي، وده هياخدنا بقى ان في كواليس جامده جدا للبطوله دي، صح؟ طبعا طبعا. ساكت ليه؟ هنتكلم كده. طيب في البدايه كده كابتن احمد، مركزك ايه في الملعب؟ انت قلت لي اربعات. اربعات، اللي هو ايه الاربعات؟ اللي هو استقبال، تمام، ضرب، بلوك، زي ما بيقولوا بالبلد يعني، يعتبر زي يقولوا خدام ملعب، جوكر. مش قوي. طيب عشان في ليبرو. استقبال طبعا. استقبال وضرب، بس بيعتمد طبعا على الاستقبال ومن ورا الفنسات وكده. تمام. طيب كابتن محمد عادل. انا بلعب مركز ثلاثة في نص الشبكه، تخصصي البلوك والضرب. طيب، وده الحمد لله انت حصلت على افضل بلوكر في البطوله، افضل حائط صد. اه الحمد لله. مظبوط مظبوط. كابتن احمد سعيد. الحمد لله احسن لاعب، افضل لاعب في البطوله كلها ان شاء الله عليك. الحمد لله. يعني احنا خدنا كده الجوائز الفرديه والكاس البطوله والجوائز الفرديه، الحمد لله. اه يعني الحمد لله. طيب البدايه كده، دايما السؤال اللي بساله قبل البطوله، لما هنلعب في البطوله العربيه في فرق بنبقى حاطين عيننا عليها، الفرقه دي لا لازم نستعد لها كويس، مين؟ يعني كان فرقه الكازما كانت كويسه. تمام. الوكره طبعا فرقه كويسه، يعتبر كلهم متجانسين. الوكره هو محترفين. يعتبر واخدين الاقامه وقاعدين، يعتبر محترفين كلهم. فرقه النصر البحرين فرقه كويسه برضه، مش وحشه، بس يعني هم دول كانوا كويسين بصراحه. حلو. اصعب ماتش كاس البطوله؟ ماتش من وجهه نظري انا كنت شايف الوكره. الوكره عشان خدوا مننا شوط. ده كان اصعب ماتش. تمام. النصر البحريني كانوا بيقولوا فرقه قبل البطوله كده ما كانش حد متوقع، ولكن ظهروا بمستوى عالي جدا. فرقه نصر البحريني فرقه قويه جدا. تمام. بس هي فرقه النادي الاهلي لعيبه رجاله، فرقه جامده برضو. فرقه النادي الاهلي عندنا عناصر نجوم كلها منتخب مصر، فاي فرقه بتلعب فرقه النادي الاهلي عارفين قيمتها كويس، عاملين لها حساب. فهم هي فرقه كويسه النصر، بس نازلين عاملين حساب النادي الاهلي، فهم نازلين مرعوبين من فرقه النادي الاهلي. فالحمد لله قدرنا نمشي الماتش زي ما احنا عايزين، وسيطرنا على الماتش من اول بونت، وخلصنا الحمد لله الماتش 3-0 الحمد لله. حلو جدا. في ماتش كده قبل الماتش بيكون في كلام ما بيننا ما بين لعيبه بعض، ايه الماتش اللي كان فيه مواقف كده؟ كان فيه كلام كتير، وكان فيه يعني مواقف يعني كواليس كده زي ما بيقولوا. لا يعني ممكن نكون ماتش النهائي اللي هو مش هينفع البطوله على ارضنا، احنا الممثلين مصر. فطبعا اللعيبه الكبار سواء كابتن صلاح او كابتن عبد الله نتكلم معانا، اتكلموا معانا لازم البطوله دي هي، احنا اللي يعتبر النادي الاهلي، ما ينفعش البطوله دي تطلع من بره مصر. فالحمد لله يعني اللعيبه فعلا اللعيبه رجاله، والجهاز الفني كله طبعا عمل المسؤوليه كلها، قد المسؤوليه والطبي، فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا ناخد البطوله. تمام. دايما بقول للاعب كده، اي لاعب بيبدا اي بطوله يعني رسم بياني تصاعدي. طبعا انا شايف ان احنا من اول ماتش النادي الاهلي كان بادئ يعني فوق. هو دايما النادي الاهلي بيبدا من فوق. لعيبه النادي الاهلي كلها لعيبه منتخب مصر زي ما قلت لك في البدايه. تمام. النادي الاهلي يعني من اصغر واحد لاكبر واحد، متحملين المسؤوليه. ناس لعبت معانا يعني رغم الناس الصغيره، احنا يعني انا سواء انا ولا احمد ولا في عبد الرحمن الحسيني ولا الناس الصغيره كلها عموما، احنا لاعبين من واحنا في الناشئين مع الفريق الاول. تمام. في انديتنا قبل ما نيجي الاهلي، فاحنا متحملين المسؤوليه وعارفين قيمه النادي الاهلي وكان النادي الاهلي. فاحنا من اول مباراه بنلعبها الماتش بنبقى عارفين الماتش صعب، لازم بنلعب على الشوط، ان احنا ما ينفعش نخسر شوط، ان احنا نخسر شوط في النادي الاهلي دي حاجه كبيره. يعني احنا في الدوري خسرنا وكسبنا 3-1 سموحه، اكن يوم القيامه جت، اكن خسرنا الدوري والله بجد. اكن القيامه قامت. فلا الشوط ده عندنا بحساب، ما ينفعش فرقه تاخد منك شوط، لازم تكسب ماتشات 3-0. طبعا التوفيق ده بتاع ربنا طبعا، بس الحمد لله مسيطرين على الماتشات من اولها من بدايه البطوله. فاي حد بيجي يلعب النادي الاهلي لا بيبقى عاملين له حساب كويس، بيبقوا خايفين ان هم بيلعبوا قصاد النادي الاهلي عشان فرقه النادي الاهلي. فالحمد لله يعني. طيب انت بتقول كده لما بنخسر شوط القيامه قامت. ما ينفعش. طب خسرنا شوط من الوكره، ايه اللي حصل في اوضه اللبس بقى؟ لا يعني ما حصلش حاجة والله يعني. بس اللي هو برضو ما كانش ينفع، احنا كنا عايزين نكسب من الاخر زي ما بيقولوا، اللي احنا لازم
نخلص من الاول العلامه الكامله، لازم نخلص من الاول عشان ما حدش ياخد ويدي معاك في اللعب الكي او على طول. طيب دايما بكون في بطوله مجمعه كده او في بطوله زي بطوله عربيه بطوله افريقيه مسافرين مع بعض او قاعدين مع بعض، بيكون في كواليس كده ايه فاني شويه. سمعت كان في فضايح، مش فضايح طبعا، احنا بنتكلم على العاديه الحاجات العادية الجميله اللذيذه دي، ابرزها بقى كده عشان انت عندك اسرار يا كابتن احمد بصراحه، صح؟ طبعا عندك اسرار، وفي حاجه كده عند الكابتن عادل انا سمعتها قبل الماتش النهائي. عادل كان جعان على الجدع. تمام. قبل النهائي بيوم طلب سمك قبل يعني يكون عندي يوم اجازه. فزهقنا من الاكل الفندق. تمام. طلب سمك. اكلت سمك وانا اكلت كشري. هو اكل كشري. ده بره عن الفريق. لا في يعتبر 5 6 كانوا معايا كشري وهو كان الفندق. عايز ياكل سمك فجاب سمك وكل لان من اكل الفندق. ماشي ده مسموح يعني ولا لا؟ يعني هو مش مسموح. بس كابتن يعني مسلحي، كابتن مسلحي سامع الرجاله بتقول ايه؟ لا هو لا احنا سامعكم. ماشي هو ما كانش يعرف. هو قلت الاسرار احنا اعترفنا له فهو سامع. طبعا السمك ريحك. كسبنا البطوله. السمك كسبنا البطوله. احنا بعد البطوله على طول، اول لما احنا قبل ما نستلم الكاس فقلت له يا كابتن محمد السر في السمك والكشري. طب يا كابتن احمد صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انا دلوقتي سمك يعني ماشي هينيمني شويه، انما الكشري وصلصه وبتاع وحموده وقولون يا نهار ابيض. بس ده قبل كان عندنا يوم اجازه، مش يعني في يوم كان في يوم اجازه النهاية. وتاني يوم الماتش مش في تمرين في اليوم ده بتاع الاجازه بالليل. كان بالليل. احنا كنا مثلا على الساعه 3 فكان تمرين الساعه 8 طب ماشي ماشي. الكشري شويه برضو في حته كربوهيدرات فهيدي شويه جلايكوجين هيشتغل. يعني انت اكلت سمك وكشري؟ لا رز بتاع السمك. رز بتاع الكشري. لا بتاع السمك. رز احمر ده والشوربه. شوربه سي فود. وشوربه سي فود. ما انا عايز ابقى ارجع لموضوع السمك، بس السمك ده الواحد بياكله ينام. لا انا مش مقتنع بالموضوع ان انا اكله وانام. بس احنا بقالنا من قبل البطوله العربيه كنا برضه ايه ده حقيقه علميه. لا ما بيحصلش معايا كده. لا ما بحسش بكده. انت اسكندراني. هي المشكله ان احنا زينا من اكل الفندق، واحنا اصلا من قبل البطوله العربيه كنا معسكرين الفندق ده برضه، فالاكل كل يوم زي بعض، فاحنا زهقنا يعني. تمام. يعني انا نمت بحلم بالاكل ان انا ما اكلش الاكل، يعني نفسي اتسدد منه، فانا قلت عايز اغير. لازم اطلع بره الصندوق. لازم اطلع بره الصندوق خالص. اقول لكم حاجه برضو يعني بمناسبه الاكل في اللعيبه عامه، يعني كان عندنا مدرب الله يرحمه كان يقول لك انت عايز تاكل ايه؟ فكنت اطلب كشري، انا عايز كشري. نفسي في الكشري بقى طبعا بحافظ على وزنك وده غلط. فكان يقول لي بس شويه صغيرين. ليه؟ لان الحاله النفسيه يعني في التغذيه كمان بتفرق مع اللاعب. فانا طبعا اعتقد انت بعد ما اكلت سمك وانت اكلت كشري لا المستوى رفع، صح؟ طبعا. ليه؟ نفسي اشبعت الرغبه. وبالليل ممكن كابتن ميدو ما كانش يعرف بصراحه. تمام. يعني انا بقول له دلوقتي ماشي اكلت مولتن كيك انا ومحمد عبد المحسن الاسبوع معمول وكان ينفع يلعب عادي. اللي كان يعني كان بيدعي ولا ايه؟ لا لا هو بصراحه دكتور سامح بصراحه يعني عمل اسبوعه فالحمد لله اللي هو رجع يلعب تاني. هو لا ما شاء الله وقدم مستوى حلو. فبالليل كلت مولتن كيك بصراحه. طبعا ده ما حدش يعرف غير القصه دي. يا كابتن مسلحي ده حصري عندنا في ملاعب الابطال اهو. كابتن احمد سعيد بص كشري مولتن كيك يعني حاجه مالهاش علاقه ببعض. بس الحمد لله كسبنا. الحمد لله خدنا البطوله. الحمد لله خدنا البطوله. طيب كابتن عادل انت بدايتك قبل النادي الاهلي في اسكندريه. نادي سموحه. تمام. ازاي بقى رحنا النادي الاهلي؟ ظهرنا ازاي؟ اتشافنا فين؟ انا بادئ فولي 2008. تمام. في نادي سموحه، كان بدايه تعليمي في نادي سموحه مع الكابتن اسامه محرم. لعبت معاه، كان تاني سنه في بدايتي جمعت منتخب ناشئين مع الكابتن حسام عبد العزيز. تمام. من ساعتها اتخذت الحمد لله منتخب، بلعب منتخب ناشئين. من ساعتها ما رجعت من المنتخب اتمرنت مع كابتن جابر عبد العاطي الله يرحمه، كان مدير فني الفريق الاول لنادي سموحه. فمن ساعتها بقى من 2009 2010 كنت بلعب فريق اول من وانا ناشئين. تمام. فالحمد لله يعني من ساعتها بقى بقيت متواصل في المنتخب. جيت 2013 كانت اول تجميعه ليا مع المنتخب الاول، سافرت معاهم البحر المتوسط. ده كان من بدايه انطلاقتي بقى الحمد لله. تمام. من ساعتها بقى وانا موجود في المنتخب الحمد لله، منتخب مصر الاول من وانا عندي 17 16 سنه بالظبط. فالحمد لله كملت لحد ما جت سنه 2016 تولى الكابتن محمد مسلحي الاداره الفنيه في النادي الاهلي، تواصل معايا، كانوا متواصلين معايا هو ونادي الزمالك، بس رغبتي الاولى والاخيره كانت للنادي الاهلي.
ساعتها ما تواصل معايا كابتن محمد مسلحي قلت له طبعا انا ليا شرف ان انا اجي العب في النادي الاهلي. هو كلمني بالليل، كان يعني مثلا يعني كلمني يوم احد بالليل، يوم الاثنين كنت خلصان في الباشمهندس فرج عامر رفع عليا التليفون قال لي خلص في النادي الاهلي خلاص املي. ينزلوا قلت له تمام، رحت خلصت ساعتها في النادي الاهلي مع كابتن محمد مسلحي واستاذ مروان هشام كان عضو مجلس اداره. من ساعتها وانا تواجد موجود في النادي الاهلي. تمام. فمن ساعتها بقى وكملت معاهم سلسله الانتصارات كلها الحمد لله. انا واخد لحد دلوقتي من 2016، من موسم 2016 2017 بجد دلوقتي واخدين 14 بطوله الحمد شاء لله، الله. سواء انا ولا احمد. احمد جه 2015 شاء انا الله. جيت 2015 2016 انا جيت 2016 2017. احمد انت من نادي ايه؟ الشارع الدخان. شارع الدخان. تمام. بدايه كانت هناك كان لا بدايه على طول كان ناشئين وشباب وبعد كده درجه اولى. رحت المنتخب، منتخب الناشئين ما كانش فيه نصيب يعني، رجعت على طول. كان كابتن عصام فضل كلمني قال لي انت هتطلع مع الدرجه الاولى، طلعت الحمد لله الدرجه الاولى. انا كان عندي 14 سنه. تمام. فالحمد لله واحده واحده لغايه لما جه منتخب الشباب، كان كابتن جابر الله يرحمه فهو اللي اداني بقى الثقه ولعبت. فالحمد لله رجعت، جالي 2015 كان كابتن ابراهيم فخر الدين، كان كابتن محمد مصلح معايا. فكابتن ابراهيم فخر الدين كلمني فقلت له طبعا انا مرحب. كابتن محمد مصلح برضه كلمني في نفس اليوم قال لي يا ولد مش عايز تيجي ولا النادي؟ قلت له يا كابتن ده الشرف. انا اتخضيت بصراحه يعني، لا يا كابتن انا معاك كابتن محمد مسلحي. فبقول له انا قعدت بقى تهتف في البتاع، مش عارف مش فاكر حد بيضحك عليك. ايوه لا قعدت تهتف. فقلت له لا يا كابتن والله انا هاجي دلوقتي خلاص اهو. قال لي هتيجي فين؟ طب اهدى كده. الحمد لله يعني مضيت العقود ولعبت بقى، فضلت موجود من 2015 لغايه الحمد لله الوقت ده هسه واخدين كده بالاخر كاس البطوله العربيه 14 بطوله ما شاء الله. بعد كده دخلت على طول بقى انا المنتخب الاول، كان كابتن فرجوني كان ايطالي. كنت بلعب الاول، كنت بلعب اوبزيت مركز اتنين. فكان فرجوني جه كلمني قال لي انت تلعب معايا في المنتخب الاول. فطبعا ده كان حلم كبير بالنسبه لي، بس مش هتلعب اتنينات، انت هتلعب اربعات، ولو لعبت اربعات انت هتكسر الدنيا. تمام. فانا قلت ده ما ممكن يكون بيهزر. فعلا بقى مواخدني، كنت بتمرن مع فرق اصغر مني على الاستقبال، وبعد كده طلعت بقى الدرجه الاولى معاه. فالحمد لله يعني.